ينضم إلينا هاتفيا دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية. دكتور سيد بعد التحية أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا فندم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور سيد. معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للتغيرات المناخ أكد أن مختلف الدول ملتزمة ولديها الإرادة القوية لمواجهة التغير المناخي من خلال تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات. هل ترى أن الظروف المناخية الراهنة ستجبر الدول على تقديم الدعم اللازم للتصدي لهذه الظاهرة والتغيرات المناخية بشكل أو بآخر؟ أولا أنا أرى وأعتقد أن الظروف المناخية الحالية وما تعرضت له دول كثيرة طبعا على صار الدول الأوروبية من حرائق غابات وجفاف أنهار وغيره بالإضافة إلى دول أخرى كثيرة، ده شجع يعني مش هيرغم ولكن شجع كثير من هذه الدول على أنها تكون أكثر مصداقية في التعاون مع جميع دول العالم في التصدي لتغير المناخ من خلال الوفاء بتعهداتها أو على الأقل بجزء من تعهداتها من ناحية التمويل ونقل التكنولوجيا، وأيضا تعهداتها يعني بأنشطة أكثر للمساهمة في خفض الانبعاثات في هذه الدول، يعني بحيث أنه لابد أن يبقى فيه من عمل جماعي. وأن هذه الدول يعني حست أو شعرت ب يعني مخاطر تغير المناخ وبدأت يعني تتأثر أيضا بآثار تغير المناخ، وبالتالي كانت هناك يعني نوع من المصداقية في التعاون مع بقية دول العالم من حيث يلزمون الالتزامات بدعم دول النامية المتأثرة بتغيرات مناخية وأيضا بالوفاء بتعهداتها من حيث جهود خفض الانبعاثات في هذه الدول أيضا. يعني هناك إرادة أكثر، يعني هذا ما نحسه طبعا وأكده السيد وزير الخارجية، هناك إرادة يعني أكثر من المؤتمرات السابقة، ونأمل أن تكون هذه الإرادة يعني تتحول إلى أداء عمل فعلي في القريب العاجل. نعم دكتور سيد لو تأذن لي، معالي الوزير سامح شكري قال أيضا إن بعض المناقشات خلال المؤتمر كانت إيجابية وبناءة فيما لم تعكس بعضها الإدراك الكامل والمتوقع لمخاطر قضية التغيرات المناخية. كيف ترى ذلك على النتائج المرجوة من القمة والذي تبحث عنه ويبحث عنه العالم أجمع؟ هذا مؤشر على أنه سيكون هناك نتائج إيجابية ولكن ليس بالقدر الكافي الذي تتمناه الدول العالم والدول النامية، لأن هناك جزء يعني جزء خاص يعني ضرورة بناء الثقة ما بين الدول الصناعية وبعض الدول النامية البازغة النمو اللي هو يعني اقتصادياتها يعني جيدة، واعتقد ان ده اللي يعني هناك محاولات من الدول الصناعية ان يعني تجر هذه الدول النامية بازغة النمو انها يعني تكون تشارك اكثر في الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات ودعم التكيف، واعتقد ده ناشئ عن يعني عدم وجود ثقة يعني كافية ما بين هذه الدول. اما بقية يعني الفعاليات الاخرى والمناقشات الاخرى فيعني هناك يعني ردود ايجابية وايجابيات من جانب الدول الصناعية. الجزء الخاص ببعض الدول النامية الناشئة يعني هناك جهود اكثر مطلوبة لحل او يعني زيادة الثقة بين هذه الدول وبين الدول الصناعية الدول المتحدة. طيب دكتور سيد لو تحدثنا عن ما صرح به الأمين العام للمنظمة الأممية منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وقال في معرض حديثي قال إن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة متعلقة بالثقة ما بين دول الشمال والجنوب أو حتى بالدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بهذه القضية. كيف ترى ذلك يا دكتور؟ ما هو ده اللي أنا بقوله، إن فعلا
دي احد المشاكل الرئيسيه، وعلى يعني هذه الثقه المفقوده بين الدول الصناعيه والدول المتقدمه وبين الدول الاقتصاديات الناشئه زي الصين والهند والبرازيل وغيرها، هي دي يعني احد معوقات الوصول الى حلول ناجعه، لانه لابد من يعني حل هذه المشكله لفقدان الثقه ده، لان يعني الوقت بيمر ويعني حتى الان لم نصل لحلول ناجعه لزياده الثقه بين هذه الدول، فده بيأثر على الوصول الى حلول شامله، حلول سريعه. طيب كيف يمكن دكتور صبري، كيف يمكن البناء واستعادة الثقة من جديد ما بين دول الشمال والجنوب وما بين حتى منظمات يعني المجتمع الدولي ككل؟ هو لابد من دائما من استمرار بذل الجهود، يعني الموضوع ده ما هوش يعني في رأيي انه محتاج جهود مكثفة وتنسيق مستمر، لان زي ما قلنا ان هناك يعني ايجابيات وهناك وعود خاصة بالدول النامية، لكن الدول الاقتصاديات الناشئه والثقه بينها وبين الدول الصناعيه في مشكله، خاصه يعني هناك من بعض الاراء يعني من الدول الصناعيه بتدعي تقول ان الدول زي اقتصادات ناشئه زي الصين والهند والبرازيل كيف يكون هؤلاء دول ناميه، حتى طبعا لو بزغت النمو ده هي المفروض يعني بتنتج عنها انبعاثات كبيره جدا، ولا يعني ما تستحقش انها تكون مصنفه طبقا تبع الدول الناميه، وده طبعا هو اللي عامل فقدان الثقه، وعلى فكره هو ده جزء رئيسي من المشكله من بدايه الاتفاقيه. يعني كان دائما هناك محاولات من الدول الصناعيه لفصل مجموعه من الدول اللي اقتصادات الناشئه ومنها يعني ما تعتبرش كدول ناميه وتستحق الدعم وغيره، ولكن هو برضك بيترد عليهم ان هذه الدول الاقتصادات الناشئه بتقول احنا انتوا عملتوا نمو وبقيتوا وصلتوا لمرحله الرفاهه، فاحنا من حقنا برضك نعمل التنميه بتاعتنا وناخد حقنا ووقتنا عشان نبقى يعني وصل اقتصاداتنا لمرحله الرفاهه. فهي المشكله هنا ما يسمى بالعداله الاجتماعيه والحقوق اللي تطلبها هذه الدول الاقتصادات الناشئه عشان تبقى يعني يبقى في نوع من العداله، انتوا خدتوا وقتكم وخدتوا نصيبكم من التنميه فاتركونا او اتركوا لنا وقت مش على طول يعني لنحقق هذه التنميه لشعوبنا. وهي دي المشكله طبعا اللي متاثر اكثر في هذه الحاله الدول الناميه والدول ضعيفه طيب دكتور صبري لو تأذن، الصراع قديم وأزلي ما بين دول الشمال ودول الجنوب، ما بين الدول النامية والدول المتقدمة، لم ولن ينتهي، وهذا ما يقر به العالم وما تقر به فلسفة وأبجديات العمل العام في سواء في المنظمات الدولية أو ما بين القادة والمؤتمرات. اليوم هو يوم الحلول، مصر نادت بهذا بالعدالة والتشارك ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، وعبرت بهذا الأمر عن إفريقيا ككل وعن الدولة المصرية بشكل خاص. يعني هناك حلول ربما يمكن التوصل إليها في نظر حضرتك دكتور صبري وأنت متخصص واستشاري في التغيرات المناخية، ما الذي يمكن أن تطالب به قمة المناخ في نسخته 27، خصوصا نحن على مشارف انتهاء جلسات اليوم الأخير في الغد؟ أنا أرى أن الحل الأقرب هو التمسك بما تم الوصول إليه من حلول إيجابية ومن نتائج، والعمل باستمرار على تذليل الصعاب لحل المشكلات أو الحلول أو الموضوعات الأخرى التي لم نصل بعد فيها إلى حلول. يعني ما لم يعني يتم الحصول عليه لا يترك كله، يعني دائما هناك حلول، يعني ما دام في تقدم اي نعم ما لم يتم هذا التقدم بالقدر المأمول، فعلى الاقل لابد ان احنا نتمسك بما تم الوصول اليه من ايجابيات ونستمر في العمل على تسهيل الصعاب لحل السلبيات المتبقيه، ما هو طبعا على راسها الثقه المفقوده بين دول الشمال ودول الجنوب. هل ليس كل دول الجنوب ولكن دول الجنوب اللي هي اقتصاديات الناشئة، لأن النظرة إليها من دول الشمال أنها
يعني لا تستحق، لا تستحق، يعني هي بالفعل قدمت او حققت تقدم كبير في اقتصادياتها، فيعني لا تحتاج الى دعم وغيره، وانها يجب ان يكون عليها التزامات مثلها مثل الدول الصناعيه اللي هي المفروض اصلا خدت حقها في التنميه فتره طويله في بناء دولها وفي بناء اقتصاداتها، وده اللي بتاكد عليه ابجديات العمل الدولي والعمل العام. طيب دكتور صبري، الامين العام لمنظمه الامم المتحده انطونيو جوتيريش قال في معرض حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي عقب انتهائه، قال انه هناك ضروره ملحه، وايضا شدد على ضروره التحرك السريع واستغلال الوقت الراهن وايضا الاوقات المناسبه لبحث القضيه الاهم والاكبر على مستوى العالم، هي قضيه التغير المناخي. هناك عواقب ان تقاعس العالم عن تنفيذها، وايضا اذا تخاذل، ما المرجو او ما المطلوب وكيف يمكن تنفيذه في الوقت الحالي يا دكتور صبري؟ الحقيقه دي معضله ومشكله، ويعني قالت كتير قوي ان الوقت يمر ويمر بسرعه ولا ينتظر هذه المناقشات والتباطؤ اللي موجود والخلافات اللي بين الدول الصناعيه والدول الاقتصادات الناشئه او دول الشمال ودول الجنوب. وما لم يتم صدق النيه والتعاون الكامل فستكون العاقبه سيئه على الجميع، وسيغرق المركب بما فيه الماهر والغير ماهر، المتخاذل يعني اللي عنده شجاعه. يعني عشان كده لابد من الضرب بيد من الحديد من رأيي، بمعنى الضغط على الدول الصناعيه لتفي بالتزاماتها، وهي دي المشكله الحقيقيه. كل مره حتى المؤتمرات دي ما بتنتهيش حتى في التوقيت بتاعها اللي هو الساعه 6 في يوم الجمعه اللي هو باخر يوم، احيانا بتصل يوم كامل تاني وتكمل لتاني يوم عشان يوصلوا لحل، وعادة ما بيوصلوش برضك للحل المطلوب، بيوصلوا لجزء من الحل والباقي يتم تركه للمؤتمر القادم او اللي جاي بعدين. نعم. ودي مشكلة. يعني الخلاصة انه اذا ما واتقالت كتير، اذا لم يتم التصدي جماعيا فسيتم الغرق جماعيا. طيب دكتور صبري، أود أن أسألك عن رؤيتك ومتابعتك على مدار الأيام القليلة الماضية، وعن تنظيم الدولة المصرية لمثل هذه المؤتمرات وهذا المؤتمر الكبير والهام على مستوى العالم والإشادات الدولية، كيف يعني قرأت فكرة تنظيم مثل هذا المؤتمر على الأراضي المصرية وخصوصا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ؟ أنا حضرت 7 مؤتمرات قبل كده، من كوب 11 لغاية كوب 17، وكمان يعني مؤتمر تاني في 2014 في وارسو. الحقيقه هذا المؤتمر من ناحيه التنظيم هو تنظيم جيد جدا. هناك كانت بعض الملاحظات الجسديه في الاول وتم تلافيها بسرعه، لكن بعد كده كل حاجه كانت ميسره والانتقال كان ميسر، ورغم التحدي الكبير ان العدد كان كبير جدا هنا، يعني رقم معدي، يعني انا ما اعرفش بالظبط بس سمعت ان هو اكثر من 35,000، فده رقم كبير جدا على يعني كل الاوتيلات مليانه، ما كانش في اماكن، الشقق كله يعني على الاخر. نعم. ولكن رغم ذلك كانت الامور ماشيه وميسره. نعم. ويعني الحمد لله الناس كلها كانت بتشكر. اللي انا سالت كذا واحد يعني كل الشكر والتقدير. يعني اضم صوتي اليك يا دكتور صبري عن فكرة التنظيم الرائع والتي قامت بها الدولة المصرية، بداية من استقبال الوفود والتي جاءت من كل دول العالم، ما يقرب من 197 دولة وأكثر من 40,000 زائر للمؤتمر تحديدا، بالإضافة لحركة السياحة التي لم تتوقف في مدينة السلام في شرم الشيخ، بالإضافة لعدم تأخر طائرة واحدة من أسطول مصر للطيران ووزارة الطيران المدني. إذن كان هناك يعني جهد مبذول وكبير سواء في الدعم اللوجستي أو في التفاصيل المختلفة والمتنوعة. كل الشكر والتقدير لضيفي الكريم الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.